السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على سفيان المرابط، يعني وين شقيق سفيان المرابط يعترف بالتفاوض اخيه مع توتنهام خويا، مع انجليز، مع توتنهام. تمنوا له النجاح كاع اللاعبين العرب، وخاصة وين هذا سفيان المرابط لعاب، هذا وين اخ نور الدين مرابط، يعني وين نتمناو له الخير. انا ما نكذبش عليكم، انا من في اللعابه تاع المغرب، ما نكذبش عليكم، من عشاق راخر كسموه، يعني زياش. زياش نبغي زياش الله غالب. ما يجري هذو اللعابه فرحونا وكلش. سفيان المرابط اللي هدرت عليه قدام لا الركراك يدير قائمة القائمة، شا قلت له شوف عندك لعاب مليو تيرا، إلا جبته والله لا غادي دير به التير. وناحي هذاك ما كنتش زعما متبع مليح هكا، ولا كان في أنجي ما تبعش مليح، بصح على سفيان المرابط قلت له والله وتجيب سفيان المرابط تحطه في المليو تيرا، نقول لك كلمة غادي دير به التير. أيا وخرجت صح، هذه هدرتها قبل لا يدير كاع القائمة. بصح زياش خويا، والله تحيا زياش يا ودي كاس. وين نعاودو نولو وين شقيق سفيان المرابط، وهو نور الدين المرابط، وين يعترف بتفاوض اخيه مع توتنهام، وين اكد الدولي المغربي السابق نور الدين المرابط وجود مفاوضات بين توتنهام الانجليزي شقيقه النجم الحالي للمنتخب الأسود الأطلس ونادي فيرونتينا الإيطالي سفيان المرابط دون تطرق إلى تفاصيل العرض المقدم، رغم وراه متابع. يعني سوق التحويلات هذه وين تكون فيها بزاف صوالح، يعني وين متابع من عند كلوب، متابع في أتلتيكو مدريد خاصة. وما ننساوش يعني اللاعبين كما نقولوا حنايا سيموني هذاك تاع لونترينير تاع اتليتيكو مدريد يبغي طريقه اللعب تاع كيما مرابط، يموت على هذوك، على هذو يموت عليهم، خاطر هو يلعب لي كونتر اتاك، يلعب لي كونتر. كي تشوف انت المرابط كيفاش يتقن خطه، يعني الكرات المرتده السريعه والتمريرات التمريرات الطويله. الديفو يعطيك ديفو يقول لك تمريره طويله، فاسمع هو لا في لارش عم خطره تاع كونت البرتغال اللي خرج الشعيري، خرجه زوج خطرات فاس فاس واحده فاس فاس واحده، يعني يتقن هذا اللعب. وكان المرابط احد مفاتيح تالق المنتخب المغربي في نهائيات كاس العالم الاخيره بقطر، حيث اسهم بمستواه الرائع في انهاء المنتخب الاسود مونديال قطر في المركز الرابع كأفضل إنجاز عربي وإفريقي في تاريخ البطولة. وقال نور الدين المرابط في تصريحاته نقلها موقع، يعني أن وين قال لهم أنا فخور جدا بما فعله سفيان، فعندما تلعب بشكل جيد جدا بما فعله سفيان، وين نقولوا بلي جيد في مثل هذه المنافسة وفي مباريات ضد فريق مثل كرواتيا، بلجيكا، كندا، إسبانيا، فإن ذلك يمنحك معنى آخر. يعني وإن أضاف نور الدين قائلا أعتقد بأن الأندية الأوروبية الكبيرة والتي كانت نائمة قد استيقظت الآن في جونفي، كانوا يعني وقد أجرى سفيان نفسه يعني بفعل محادثات مع توتنهام، يعني ولكن لم يكن هناك اتفاق بشأن المبلغ الذي يجب دفعه إلى فيرونتينا. شو كيفاش علاه قلت لكم أنا يمام، قلت لكم الناس اللي ولاو الكوب دي مون تتلعب وتاوعنا لهنا مع اللاعبين، بعض اللاعبين يقول لك راه راح فلان منا راح فلان، قلت لكم يا جماعة راكم غالطين. كوب دي مون تتلعب، منتخب أندية كبيرة، أندية مام نقولوا بلي كيما يقول لك الدرج الاول الدرج الثاني يقارعوا الكوب دي مون تكمل، يعني من اجل الانديه الكبيره، من اجل خطف عصافير نادره، من اجل خطف عصافير نادره. هذه لازم تعرفوها، تاع
ولي زعما واحد احبابنا كيما الجزائر هنا بالجزائر يهضر معايا يعيط لي يقول لي الشوبير فلان قال باللي بالسبعيني راه رايح جبال تيسي يقول له ما ديرش عليها فلان راه رايح من ياو يقول له ما ديرش هاد الهضره هاد الهضره ما تهدرش عليها ما كان والو ناس مازالو يعني يبردعو يبغوا يبردعوك ما كان والو كيف انت كي انا عارف كيفاش الانديه الاوروبيه ماشي غير اليوم رانا نتبعو فيهم يقارعوا الكوب دي موند تكمل مي تكمل كوب دي موند دي فوا مي كانوا يلعبوا في الصيف كوب دي موند تلعب في الصيف الانديه الاوروبيه الكبيره المتوسطه اش يديروا يشرو في الصيف المشتى ما يشريش يقارع على الصيف الجاي تاع الكوب دي موند كي تكمل كوب دي موند يدخلوا السوق كبير ناس كيما قال لك انديه كبيره كانت نائمه وكان التقرير الإعلامي قد أشار إلى أن نادي فيرونتينا قد حدد قيمة التخلي عن سفيان المرابط في الانتقالات الشتوية القادمة بمبلغ لا يقل عن 40 مليون يورو بعد تألق اللعاب في مونديال قطر والرغبة العديد من الأندية في الظفر بخدماته. مش عنده 26 عام سي محمد هذاك هو تاع الانتقال تاعو 26 25 هذاك هو الانتقال تاعو. وأضاف من أن نادي البنفسجي سيستغل بند في عقد المرابط من اجل التجديد معه من طرف واحد حتى يعني عام 2025 الامر الذي يجعل الانديه الاوروبيه الراغبه في ضم سفيان مطالبه بتقديم عروض ماليه اكبر من اجل الظفر بخدماته. والى جانب توتنهام هناك رغبه لدى ليفربول في التعاقد مع المرابط في جانفي القادم حيث ذكرت بعض التقارير الإعلامية أن الألماني يعني كلوب مدير الفني لنادي الإنجليزي يصر على ضم سفيان لتعزيز وسط ميدان الفريق ويبدو أن نجاح تجربة المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول حفزت كلوب على التعاقد مع المرابط خاصة أن الفريق بحاجة ماسة حاليا إلى لعاب وسط ميدان حسب ما يجزم به المحللون. يعني ونشوف نقول نتكلموا شوف محرز كما نقولوا حنا محرز نقولوا راهو كسموه بالرحمه لاعبين يعني عرب يعني اللي يروحوا يلعبوا هذو كي يلعبوا راهم يقدموا يعني نقولوا بلي اسمحوا لي دقيقه راهم يقدموا امور ايجابيه. سمحوا لي كنت نهضر نعاودوا نولوا نتكلموا على سفيان المرابط. سفيان المرابط وين اظهر امكانيات كبيره يعني في العمل تاعو هو اللي يخلي يعني الانديه كما نسمعوا رانا نسمعوا باللي كاين اتلتيكو مدريد كاين كيسموها ليفربول كاين توتنهام راه وين خوه وين اعترف ماشي احنا ولا خوه اعترف يعني المباشر قال لك عنده اتصالات مع توتنهام يعني من اجل مشروع توتنهام تبحث على مشروع يمكن يكون يعني عنده فانيك اتصالات اخرى يعني مازال الصيف مازال غادي كيحلوا السوق نسمعوا بزاف صوالح حنا نهضروا على حساب تصريحات تاع خوه فقط هذا مكان وين نتمنوا لاعبين كل اللاعبين العرب يعني يكونوا في الواجهه ماذا بنا كما التاليه تاع محرز في مانشستر سيتي نهائي امام تشيلسي مقابله مليحه زياش حاجه مليحه ماذا بنا بكري ما كناش نشوفوها بكري احنا كنا هذيك دروك في عمري انا 48 عام يعني بصح ملي كانت عندي ديك 17 18 20 عام ما كنا نشوفوا احنا جزائريين ولا مغاربه ولا يلعبوا في الفينال شعلنا حبه ماجر قعدنا من الماجر نقارعوا حتى جا محمد صلاح جا اشرف حكيمي الاولى اشرف حكيمي محمد صلاح ومن بعد عاودها يعني الزياش مع 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 مع, مع, مع تشيلسي شو كيفاش ماذا بينا الصوالح حنايا يعني ماذا بينا نشوفوا يعني ما نحقروش بعضنا بعض نشوف تونسي نشوف جزائري نشوف مصري نشوف مغربي ماذا بينا الصوالح على الله.
بالتوفيق ان شاء الله، بالتوفيق هذا اللي نتمناوه لخاوتنا كاع. صحيتو، ما تنساوش اعطونا جيم كومونتير وبارطاجيو لنا لي فيديو تاعنا، واللي مشي ابوني يدخل ابوني معنا، ودائما معكم بجديد، وربي يحفظكم خاوتي.